لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. معا وسويا إن شاء الله تعالى بعد العيد إن كان في العمر بقية، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب مختصر منهاج القاصدين. إلى ذلكم الحين ذكرهم بأيام الله مع الشيخ حفظه الله تعالى، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أولا نعتذر عن التوقف عن مختصر منهاج القاصدين، أولا لطلب فضيلة الشيخ علي لا نرد له طلبا، وثانيا لأن الحديث في الأمر المعروف عن المنكر من القضايا المنهجية العظيمة التي تحتاج إلى مواصلة وتركيز، ولا يصح أن تقطع حتى تكون مرتبة ومفهومة وبسيطة بالله تبارك وتعالى. اقترح علينا أن نؤجل البدء فيها بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية، ونعيش مع هذه الأيام المباركة. فقد ندب تبارك وتعالى الأنبياء والرسل وكذا العلماء والدعاة إلى الله عز وجل وأهل الإصلاح في كل زمان ومكان أن يذكروا الناس، وذكرهم بأيام الله. معنى راقي ومعنى جميل جدا جدا ما أحوجنا إليه. في الحقيقة إخواني الحديث عن أيام الله تبارك وتعالى حديث ماتع وشيق ومهم وضروري، لا شك أنه يحاكي لك السنن الإلهية والقصص القرآني والتاريخ، ويبين لك طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل. ولا شك أنك في أيامه سبحانه وتعالى التي لها عنده شأن، وينبغي أن تكون أيضا لها عندنا شأن، فيها نتعرف على عظيم نعمه وألائه وإحسانه على عباده، نتعرف على كيف نصر من نصر من أوليائه، وكيف حفظ من حفظ من أوليائه، وكيف أخذ من أخذ من أعدائه ومن أعداء أوليائه. سترون يعني في هذه الأيام معاني كثيرة ما أحوجك إليها أخي المسلم في غربتك هذه لتتسلى بها وتتقوى بها وتسمو معها. على فكرة فيها يبث إليك روح الأمل وتسمو وترتقي بك. أنت حينما تتدبرها وتتذاكرها كما أمرت سترى أنك بعدها تغيرت، وحدث عندك نوع من الثبات والاستقرار والطمأنينة والسكينة، لأنك تتعلم هذه المعاني من خلال يعني حكاية هذه الأيام عما كان فيها. نحن بصدد أيام إبراهيم عليه السلام، هذه الأيام المباركات لإمام الملة الحنيفية السمحة، لنا به علاقة وطيدة. جدنا الأكبر جد نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذا أسوتنا وقدوتنا. لذلك قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أنت في أذكار الصباح ماذا تقول أول ذكر؟ ها؟ صباحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟
وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أقول لك في أيام إبراهيم تتعرف على أحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل، مرحلة حرجة جدا حيث ضمت فيها الدنيا وانتشر وعمت به البلوى، الكفر والشرك والبغي والظلم والفساد، عبدت الأصنام والأوثان، عبدت الكواكب، عبد البشر، وصلت البشرية لنهاية الانحطاط حتى أن الدنيا ظلمت. فكان لزاما من رجل على مستوى المرحلة، على مستوى المسؤولية، يستطيع أن يرتقي بالبشرية مما تعاني، يستطيع أن يقيم الحج على هؤلاء جميعا، على اختلاف طبعا طرق التفكير والطباع والعادات والأعراف والتقاليد والثقافات، يستطيع أن يؤصل وينظر على الحق الذي معه، يستطيع أن يدحض كل الشبهات التي تلقى، يبين صفاء التوحيد ونقاؤه. ما أروع هذه المرحلة الحرجة في عمر الأمم والشعوب. طيب كيف كانت ضربة البداية؟ من المخرج من هذه الظلم الشديد التي ألمت بالبشرية بالدنيا بأسرها، من الذي سيكون جدير بهذه المهمة؟ كيف يؤهل؟ كيف يعد؟ كيف يربى؟ انتبهوا يا شباب، يا من تحبون الدين وتريدون العمل لنصرة الدين، من أين تبدأ وبما تبدأ لتتعلم؟ فالحقيقة في أيام إبراهيم درس من أبلغ وأعظم الدروس الذي يسميه العلماء إيش؟ التأهيل المبكر للشخصية المسلمة القادرة على أداء هذه المهمة العظيمة. مش أي حد يؤدي الدور صح، لازم يكون فيه تأهيل مبكر قبل التكليف وقبل المواجهة وقبل أن يبدأ الصراع في مرحلة جديدة وطور جديد. فكانت هذه الإشارة الرائعة التي ما أحوجنا إليها جميعا. اسمعوا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اسمعوا ماذا يقول السلف، ولقد آتينا للتفخيم والتعظيم المولى عز وجل إبراهيم رشده من قبل التكليف ومن قبل بدء المواجهة ومن قبل بداية هذا الطور الجديد. يعني أهلناه مبكرا بحاجة اسمها الرشد عشان يقدر يؤدي المهمة دي والرسالة دي. أنتم تحتاجون إلى هذا، إي والله كلنا يحتاج إلى هذا المعنى. انتبهوا، إيه قضية الرشد دي؟ طب ما كان ممكن يقول أتيناه علما، إيمانا، توحيدا، كذا كذا كذا، أخلاقا، سلوكيات. لا لا لا، ولقد أتينا إبراهيم رشده. على فكرة من قبل ولسه هو شباب قبل أن يكلف. طيب عرفنا أنه كان لسه شباب منين؟ حد يجيب الآية لما حصل اللي حصل والأصنام اتكسرت، قالوا إيه؟ لقد إيه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له، ده في ولد كده شباب صغنون كده كان بيتكلم على الأصنام دي، يبقى كان لسه شباب. يبقى أول مرحلة مرحلة التأهيل المبكر بإيه؟ بالرشد. إيه الرشد؟ قال أهل العلم الرشد ممكن يكون العلم المقرون بالحكمة قادر على أن تحوى عواطف مجرد الانتساب، مجرد الأماني. لا، ده له طراق عند السلف حتى تصل لدرجة الإتقان. واحد تاني قال الرشد في المراحل الصعبة والحرجة المسلم يحتاج إلى الرشد. ليش؟ ليكون الرشد بمثابة المكابح. يعني إيش المكابح؟ الفرامل، بمثابة المكابح
لعواطفه، لأهوائه، لشهواته، لعاداته، لأعرافه، لتقاليده، حتى لا يستفز ولا يستدرج ولا يندفع ولا يتسرع. عنده فرامل 10 على 10، 100 100 زي ما نقوله كده، ماشي. لكن ما عندوش فرامل ده هيمشي فين؟ هيخبط في ايه؟ هيخش في الحيطة. يا سلام على المعاني. واحد تاني قال: وللرشد منقبة عظيمة، كفى بها أنه يختصر المراحل ويختذل الصعاب والمشاق والمتاعب، يخليك يعني ايه تصل لهدفك من أقصر الطرق في أقل الأوقات بأقل الجهود والإمكانيات. حاجة عالية يا جماعة، حاجة مستوى راقي جدا جدا. على فكرة ده مطلب عام لكل الأنبياء والرسل ولكل حملة الحق من قبلنا، حتى شركاء الرسالة الجن كانوا يبحثون عن الرشد. تعالوا كده نبصوا بصة كده مع بعض على القرآن. حكى لنا عن أهل الكهف فتية كانوا في مملكة ظالمة، ملك جائر ظالم، حاولوا خلاص فقدوا الأمل في الإصلاح، فقالوا نفر بديننا عشان نقدر نطبق الدين والتوحيد والعقيدة والمنهج. فخرجوا في طريقهم أوهم المبيت إليه إلى كهف غار، فدخلوا هم داخلين كده جوه الكهف عشان يباتوا وبعدين يكملوا مسيرة الهجرة إلى الله. وهم داخلين قالوا كلمتين جمال جدا في سورة الكهف، قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شوف بيقولوا إيه، تعليق رائع جدا لبعض السلف، يقول سبحان الله الفتية ما قالوش يا ربنا أهلك الملك الظالم وانصرنا عليه وعليك بالبطانة السيئة والناس البغاة اللي عملوا وخلوا وسووا، لكن طلبوا من خلال طلب الرحمة أن يعطوا الرشد ليكون قراءة المشهد صح، ترتيب الأولويات صح، اتخاذ القرار الصح، حتى يتجنبوا المفاسد، حتى يعني يستطيعوا اتخاذ القرار المناسب، لأنهم عارف كان بيقولوا إيه، كانوا متوقعين ردة فعل الملك، فكانوا بيقولوا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا عشان نقدر نتصرف صح وناخد القرار الصح ونتحرك صح. يا الله. طيب خد تاني مثال عجيب جدا جدا، سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عانى كما يقولون كان بين المطرقة والسندان، بين مين ومين؟ الفراعنة ومع قومه، مع بني إسرائيل، مش كده؟ هنا وهنا الاثنين. فكان سأل ربنا سؤال عجيب، لا استعلاء ولا استكبار ولا غرور أبدا، اوعك تظن به، موسى الكليم من أولي العزم، قال يا ربي وهل يوجد من هو أعلم مني على وجه الأرض؟ قال نعم، عبدي فلان أعلم منك. عبد مش نبي ولا رسول. فسيدنا موسى طلب من العجل أن يقابل هذا العبد، عشان سيدنا موسى عاوز يتعلم حاجة هو محتاج لها في الصراع بينه وبين الفراعنة وبينه وبين بني إسرائيل. فأرشده تبارك وتعالى إلى الخضر. طبعا انتوا عارفين ان في خلاف، هل هو رسول ولا عبد صالح؟ الراجح انه عبد صالح، بعض العلماء يقول نبي، خلاص مسألة خلافية، الخلافية معتبر يعني. فأرشده إلى الخضر. طيب كيف ألقاه وأين ألقاه؟ قال له في أمارة كذا كذا، لما تجي لك الأمارة دي هتلاقيه قدامك على طول، ارجع من طريق هتلاقيه. فسيدنا موسى أخذ الغلام، خدوا عام الغدا ومشي مشوار يعني صعب جدا، مشقة وإرهاق وسفر. جاء سيدنا موسى قال له إيه؟ آتنا غدا أنا، عايزين نتغدوا. الغلام قال له يا ساعة ما استريحنا عند الحوت نزل البحر وراح اللي كان معنا اللي كنا هنتغدوا به، هي دي العلامة. فرجع قال ذلك ما كنا نبغي. أول ما رجع لقى مين؟ سيدنا الخضر، فسلم عليه وطلب منه هذا الطلب العجيب، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيه رأيك أمشي معاك؟
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ سيدنا الخضر قال له خلي بالك الموضوع ده مش سهل، عاوز بذل وعاوز صبر وعاوز احتساب وموضوع طويل، في كتير بيستعجلوا طلب العلم وعايزين يعني يقفزوا قفزات، لا ده الموضوع كبير تك بذل وجهد. فسيدنا موسى بغلبة الظن قال له يعني هتلاقيني زي ما انت عاوز. يعني الشاهد من الموقف ايه؟ ان سيدنا موسى الكليم اللي معاه التوراة اللي هو من أولي العزم من الرسل بيدور على الرشد النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية في المرحلة المدنية. خلي بالك واسم الحتة الجميلة دي، المرحلة المكية أدرها ببراعة، اللي يدرسها ويدرسها والإيه البراعة دي، إيه الإتقان ده. طبعا قريش وما أدراكم ما قريش، قبضة حديدية، قوة غالبة متمكنة متحكمة، استفزاز واستدراج على أعلى مستوى، صح ولا لا؟ ولكن سبحان الله فشل كل محاولات قريش لدفع النبي والصحابة إلى مواجهة مبكرة. 13 سنة منهم ثلاثة الدعوة السرية والباقيين قريش تحاول، والنبي صلى الله عليه وسلم يفوت الفرصة، يفشل المخططات المؤامرات الكيد حتى أذن له بالهجرة. قال لك ده رشد في إدارة المواجهة، ترتيب الأولويات في اتخاذ القرار، إزاي فش المخططات ومؤامرات الباطل، ده حاجة قال لك ده قمة الرشد. طيب لما هاجر إلى المدينة اللي حصل كان العدو الوحيد مين؟ قريش، مش كده؟ طيب لما هاجر وبدأ في إنشاء الدولة الإسلامية كثر الأعداء، ظهر النفاق، شربت يهود، وظهرت قبائل العرب في الجزيرة بأكملها، وشربت فارس وروم عن الحدود تنظر لهذا المارد الجديد، الدولة الناشئة التي تعد. الدنيا كلها لمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبلد كده، ومحاولات الإرباك ويعني الاستدراج والاستفزاز كانت كثيرة جدا جدا جدا. فربنا وجهه توجيه عجيب عجيب والله العظيم. واذكر ربك إذا نسيت، اوعك تنسى ربنا، الله أكبر من كل شيء، من الأعداء ولو اجتمعوا على قوس واحدة. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اوعك تنسى الحتة دي، لذ بجنابه هو الذي يعطي الرشد، وسله الرشد ستوفق للقرار الصائب وستفشل كل مخططات الباطل حتى لو كانت إمكانياتك على قدك. فضل عز وجل حاجة عالية. طيب شركائنا في الرسالة الجن حاجة عجيبة أوي، أول مرة يسمعوا فيها القرآن، اللي هي كانت امتى وفين حد عارف؟ عند العودة من الطائف، صح؟ لما قام يتهجد فقيض تبارك وتعالى له يعني من جميع طوائف الجن السادة والكبراء ليسمعوا القرآن لأول مرة. فلما سمعوا رجعوا مسرعين. من ضمن الكلام اللي قالوه لأقوامهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماله؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عارف تفسير هيبة؟ كأن القوم كانوا يبحثون عن الرشد مش لاقينه، أول ما سمعوا القرآن قالوا هو ده. عشان كده في الآية الثانية قالوا إيه؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. دول معلمين، دول اللي دخلوا في الإسلام، عشان الإسلام هو مصدر الرشد القرآن. يا الله الشاهد، سيدنا إبراهيم أهل بالرشد فكان على أهل الاستعداد. أول مطلب كان إيه؟ إذ قال له ربه أسلم. خلي بالك الأمر بالإسلام كده مع بعض، إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ أسلمت لله رب العالمين. يقول لك عشان عنده رشد
ما تلعثمش، ما ترددش، ما قال طيب نبص نشوف نفكر نتدبر، لا لا، على طول أسلمت لله رب العالمين. يا الله، طيب لما أسلم خلاص بقى مسلم والموضوع خلص، زي حالتنا كده مسلم بالبطاقة والموضوع خلص؟ لا، لازم توطن نفسك على كل احتمالات. طبيعة الطريق، حقيقة الصراع، السنن، القصص يقول لك لست أكرم عند الله من أنبيائه ورسله، وخصوصا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان لابد من الاختبار والامتحان والابتلاء. فقال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. إيه اللي حصل؟ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني إيش الآية دي معناها؟ وإذا امتحن المولى تبارك وتعالى إبراهيم خليله بكلمات فأتمهن فنجح بامتياز. إيه الامتحان ده بقى؟ عايزين نفكر مع بعض. السلف بيقولوا إيه؟ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قيل الكلمات كونية وشرعية، وقيل هي شرعية بمعنى أوامر ونواهي وتكاليف، كاختبار وامتحان وابتلاء له كيف سيؤدي بعد أن أهل وربي وأعد، هيؤدي إزاي؟ شوف تخيل. طيب تعالوا ناخد شوية كده من الكلمات دي اللي هي التكليفات المباشرة. أول تكليف قاله سبحان الله يا إخواني، دعوة عباد الأصنام والأوثان اللي هم مين؟ أهل وعشيرته، أبوه وعمامه والعيلة، كانت أشهر عيلة تصنع الأصنام وتصدر الأصنام وتعبد الأصنام. شوف الابتلاء خش على دول أول ناس. يا الله، عشان عنده رشد. تقرؤون أنتم في القصص كيف كانت المحاورات والمناظرات، وكيف أفحمهم وأقروا في بعض الأوقات ببطلان ما هم عليه، وأنهم أنكم أنتم الظالمون، مش كده؟ ومع ذلك الباطل الإصرار والعناد والاستكبار إلى آخره، لكن أفحمهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة. الرجل عنده رشد، ما عرفوش يوقفوه، عجزوا أن هم يواجهوه، قالوا إيه؟ أهجرني ملية بره، تقعدش فيها ولا تسكننا ولا اطلع بره. فثاروا عليه وطردوه. الباطل لما يعجز عن مواجهة الحجة بالحجة والبين بين يعمل إيه؟ يهلل، صفر، سقف، يعمل بروباند كده يبوظ عشان ما حدش يسمع الحق. فهللوا عليه بره 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 بره، أرجو منك واهجرني ملية. ده مين ده؟ أبوه. طيب خلص الابتلاء كده والامتحان، هو نجح بامتياز ان هو أفحمهم وقام عليهم الحجة. الله عز وجل وجهه إلى أناس مستوى تاني بيسموهم آنذاك النخب، حاجة عالية، تفكيرهم أعلى. الناس التعبانين دول بيعبدوا أصنام سواء حجرية أو خشبية، دول ناس علوم تعبانة، حجر لا ينفع ولا يضر، خدت بالك؟ ولا يتكلم ولا يتصرف، لا لا، ده مستوى تعبان جدا. قالوا لا، روح للناس اللي عاملين نفسهم نخب دول ومستوى أعلى شوية، بيعبدوا الكواكب، حاجة أعلى من الأرض شوية، القمر، زحل، زهرة، الشمس، مش كده؟ كل مجموعة بتعبد كوكب من الكواكب. شوف بقى الرشد عامل معي ايه؟ راح رايح عليهم بلا تردد، لان ده تكليف، انت مكلف بدعوة الله عز وجل، ما تنامش في البيت وتقول ما المشايخ شغالين والدعاء شغالين، يا عم انت مسؤول ومطالب ان تدعو الى الله عز وجل. فلما كلف انطلق وتدرج معهم في الحجة، أخذهم من كوكب لكوكب لكوكب لغاية الشمس، لا الموضوع مش كده، هذه الكواكب مأمورة، في حد بيحركها، حد بيأمرها وينهاها، تأتي وتأفل، بتطلع وبتروح على العين. إذا الكون هذا رب. أفحمهم، عملوا إيه؟ دول بقى المستوى الأعلى ثقافيا شوية، طردوه، قال لك الحل نحمل زي عباد الأصنام ده يمشي من هنا خالص، لا يساكننا فيها، فطردوه. فكلف أن يذهب إلى عباد البشر. راح لمين؟ الذي يدعي ربوبية، النمرود أو النمروث. فلما حضره
لا طابور طويل، مش زي الطابور بتاعت الجمعية، لا ده حاجة تانية خالص، طويل طويل فعلا، لأنهم كانوا بيعطوا الميرة التي تكفي سنة، بيدوا الواحد إيه البضاعة اللي تكفي سنة. فيأتي الناس في طوابير طويلة جدا حتى يعرضون على نمرود، فيقول له من ربك؟ يقول أنت. يقول اعطوه الميرة. واحد وراء كل الناس خدت الميرة وماشي، جيت دور على سيدنا إبراهيم، قال من ربك؟ ده مستني كل ده عشان يحج هذا الطاغية الذي ادعى الربوبية. المهم الحوار طويل، ربي الله، والآيات في الباب رائعة جدا جدا، ربي الذي يحيي ويميت. الباطل غبي، قال له وانا كمان احيي واميت، يعني دي انا كمان نحيي ونميت. سيدنا ابراهيم قال له كيف ذلك؟ قال له اوري لك دلوقتي وانت قاعد. راح نادى على البطانه، قال لهم في حد محكوم عليه بالاعدام دلوقتي؟ قال له اه. قال لهم هاتوه. قال له انت محكوم عليك بالاعدام؟ خلاص انا احييتك، يلا انت حر. قال لهم هاتوا لي واحد بريء ماشي في الشارع، جاب واحد بريء وقتله. قال شوف انا حييت هذا وامت هذا اللي ما بالله عليكم، ده كلام يتقال غشيم البعيد، لكن هو طبيعة الباطل كده. فإيه اللي حصل؟ سيدنا إبراهيم راح مديله واحدة كده إيه زي ما بيقولوا بتوع كرة في المقص، يعني حاجة يعني عالية خالص، انسى بقى. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إيه اللي حصل؟ فبهت الذي كفر. يا الله، بهت يعني ما قدرش يتكلم، عجز، لكن إصرار وعناد واستكبار. اللي حصل في النهاية بالابتلاء ده ابتلاء الدعوة بقى، تكليف، إن دول تملأوا عليه وقرروا أن يحرقوه وبكل غلظة وفظاظة، مش رحمة ولا شفقة. يعني الروايات تجمع تقول اجتمعوا على تحريقي بتلك الوحشية. طبعا عارفين القصة، قيدوه في السلاسل ليكون عبرة من باب سياسة ضرب المربوط ليخاف السائب، وحطوه على مدخل البلدة، الناس وهي رايحة وهي جاية، أصل ده خرج على عباد الأصنام وعباد الكواكب وعلى مرود، فاجتمعوا على تحريقه عشان ما حدش يفكر يطلع، تخيل. وقرروا يجمعوا الحطب لمدة شهرين، والموضوع ما كانش يستاهل، ده كان يعني اتنين كده يولعوا فيه والموضوع خلص. لكن شوف شوف غباء الباطل، أنا بسمي تصرفات الباطل مع أهل الحق دعاية مجانية، دعاية لك مجانية لو عندك رشد في اغتنامها وتوظيفها صح. شوف اللي حصل، جمعوا الحطب في حبوة بين جبلين عظيمين بطن وادي لمدة شهرين، اشترك الجميع في جمع الحطب، ولعوا ما قدروش يقربوا منها لشدة الوهج. طيب ايه الحل ده؟ احنا كده مش قادرين نقرب عشان نرميه، اللي قرب النار الشيطان فكر معاهم، صنع المقلاع اللي هو المنجنيق، ويتوضع على رأس الجبل في المقلاع يقذف فيسقط في وسط في بطن الوادي في وسط النار. واتفقوا خلاص ورتبوا تمام وهم يعدون ذلك، ولفوا المقلاع كده لف عشان لما يرموا ينزل في المكان اللي هم عايزينه. وقيل في الطريق إلى النار يأتيه جبريل، ألك حاجة؟ يقول لا لا. شوف بقى الرشد عامل ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي وكيلي قادر على إنجائي كيف وبما، إنه على كل شيء قدير. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف الدرس بقى، سقط في قلب النار، قعد قد ايه؟ 40 يوم، 40 يوم كاملين في صح الروايات. طيب بعد 40 بالضبط في ختامها خبأت النار، يعني خبأت النار طفيت، أصبحت إيه؟ كومة من الرماد. الرماد إيه؟ طبعا الأخوة الفلاحين عارفين الكلام بتاعي كده، الرماد عالي جدا، كومة. عملوا إيه؟ شوف الدعاية المجانية بقى، فتصايحوا وتنادوا أن اجمعوا الناس، هاتوا الدنيا كلها تتفرج عشان ما حدش يفكر يخرج عما نحن فيه. وجمعوا الناس من كل حدب وصوب وهم ينظرون لكومة الرماد، يفكرون من الذي يدخل ليبحث هل بقي منه شيء،
عظام مثلا السلاسل والقيود يمكن نار رهيبة جدا، وهم على خوف ووجل. البطل دايما خواف، البطل لجلج من قوة، مرعوب، عنده فزع، عنده خوف. انت قوي، انت أبلج مش لجلج. تخيل ما الذي حدث، وهم في خلافهم يدخلون من يدخل والكل يتهرب من المسؤولية، فإذا بالخليل إبراهيم يخرج من وسط الرماد أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل النار إلا قيوده. السلف يقول إيه؟ كأنما خرج من حمام، طلع إيه؟ مستحمي ومسرح ومطيب. ينهر أبيض، إيه ده؟ إيه القدرة دي؟ إيه العظمة دي؟ إن الله على كل شيء قدير. المشكلة الكبيرة، شوف بقى الابتلاء الأعظم بعد كل المشهد ده اللي انتم شايفينه قدامكم كأنكم ترونه. المفروض كلهم يخشوا في الإسلام صح؟ مع الأسف الشديد آمن له لوط وصار، وما فيش حاجة غير كده اللي حصل. شوف بقى قوة الإيمان وقوة الرشد، أعلنها مدوية: وأعتزلكم، الولاء والبراء، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله كلكم، وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال لك عسى مش الاحتمالية، عسى على التحقيق، أي إن أنا وفقت للدعاء حتما لن أشقى بدعاء ربي أبدا. وقد كان سيدنا إبراهيم يضرب به المثل في الدعاء وفي اعتقاده في جدوى الدعاء، ما كان يتحرك إلا بالدعاء. وهكذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد: لو مسكت ورقة وقلم كده وتتبعت حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتموه ما يتحرك إلا بالدعاء. من هذا الموقف تعلم. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أحواله دعاء. أضرب مثال، مثلا يخش البيت بالدعاء، يقلع هدومه بالدعاء، يخش الخلاء بالدعاء، يطلع من الخلاء بالدعاء، يأكل بالدعاء، يشبع بالدعاء، يأتي أهله بالدعاء، يريد أن يرقد ينام بالدعاء، تعرى من الليل استيقظ دعاء، قام من نومه دعاء، يلبس ثيابه بالدعاء، يخرج من بيته بالدعاء، يركب الدابة بالدعاء، يدخل المسجد بالدعاء، في الصلاة دعاء، في كل الأحوال دعاء. إيه ده يا جماعة؟ معنى راقي، أي أنك تعلم بضعفك وأنك محارب ومستهدف، ولا حول ولا طول ولا قوة لك إلا بالله. لذلك سيدنا إبراهيم تركهم جميعا، ذهب إلى بلاد الشام ومنها إلى مصر، وحدث ما حدث ووقع ما وقع. هذا كان نوع من أنواع الابتلاء بالتكليف بالدعوة لله عز وجل. في نوع ثاني أشد، ممكن يكون أصعب، ممكن يكون مر قوي، لكن سبحان الله، شوف سيدنا إبراهيم كيف تعمل معه. سيدنا إبراهيم لما راح مصر كان تقريبا وصل 80 سنة، حدثت الفتنة مع فرعون مصر مع سارة رضي الله عنها، وحاول أن يصنع ما تعلمون، فشلت أركانه وقال: خرجوها عني وعطوها خادم، واخرجوها ومن معها من بلادي، ما قدرش يلمسها لمس، حتى لمس كده ما قدرش. عارفين ليه؟ طيب سيدنا إبراهيم كان في الحبس، حبسوه وهيئوها له حتى يفعل ما يريد المجرم. قيل كان إبراهيم شغال في ايه؟ في الدعاء، فشلت أركان الرجل. يا الله على الدعاء. خدها وخد الخادم، طلعت مين الخادم دي؟ أمكم هاجر عليها السلام، أعدتها له سارة، كانت سمعته وهو بيقول ايه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي. طلب ذرية، مش أي ذرية، طلب ذرية صالحة تكون عونا له على طاعة الله، تحمل الراية من بعده. ما أنت لما تطلب، اطلب ذرية صالحة، وإلا في عدد كما تعلم يعني ما يحدث. فرقت له، فعدت له هاجر، فدخل بها، قالت: عسى أن يرزقك الله منها الولد. فدخل بها فحملت بإسماعيل،
فترة وجيزة جدا نتعلم منها حاجات جميلة خالص. اسماعيل جميل جدا، آثر جدا، مؤثر جدا. تخيلوا ما الذي حدث، أحبه، رزق به بعد 80، لما لا يحبه؟ ماشي يدوبك برنن شوية زي ما نقوله كده بالبلدي، بيضحك وحاجة جميلة قوي، بس لسه بيرضع. يقولوا ايه؟ بربش. حلوة بربش دي. المهم أتت الأوامر أن خذ هذا الرضيع وأمه وانطلق حيث توجه عن طريق الوحي، ضعهم هناك وعد إلى بلاد الشام لتكمل الدعوة الذي بدأت في هذا المكان. ما ترددش، ما تلعثمش، ما تأخرش، ركب على حماره وأردف هاجر بينهما إسماعيل الرضيع. وفي خرج، عارفين الخرج بتاع زمان، فيه من هنا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، جزاك الله خير. حتى وصل بعد شهرين إلى مكان الكعبة الآن، كانت لسه ظهر قواعدها مش بينة، قيل ها هنا، فنزل وأنزلها والرضيع ودها جراب التمر وسقاء الماء وركب على حماره تنفيذ لأوامر الله عشان يرجع. امرأة صغيرة ورضيع، نظرت يمنة ويسرى، مكان موحش مرعب مخيف، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، لا يوجد مظهر من مظاهر الحياة، كل المقاييس تأبى وترفض، الأبوة، الأمومة، العادات، الأعراف، التقاليد، تصرف أن تترك امرأة صغيرة ورضيع في هذا المكان المخيف، ده تصرف غير متخيل، غير متصور. لكن عايز أقول لك أن هذا عشان معلش تتحصر على حالك وحال نسائك وبيتك عشان تاخد الدرس. حسبها العلماء كده حسبة، قالوا من ساعة ما طلع ودخل بهاجر وحملت في إسماعيل وولدت إسماعيل، وإسماعيل لغاية لما وصل لغاية المكان اللي في الكعبة الآن لسه بيرضع، يبقى المدة كلها حوالي قد إيه؟ ما جاتش سنتين لسه، يدوبك سنتين. يا وتعلمت العقيدة والتوحيد والإيمان وعرفت ربها، قالت يا إبراهيم بعد أن ركب على حماره واستدار، يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يرد فعلمت كيف تستوقفه، فقالت الله أمرك بهذا وربنا قال لك افعل هذا، فأومأ برأسه أن نعم. في رواية قالت إذا لن يضيعنا، في رواية قالت رضيت بالله ربا إذا لن يضيعنا. شوفوا يقين المرأة في سنتين. أنت زوجتك بنى عندك قد إيه؟ وعند أهلها قد إيه؟ مش عايز أقول لك روح تلاقي حجبة وتلاقي ورق تحت البتاع وتلاقي خمسة وخميسة، صح ولا إيه رأيكم؟ ولما تحصل مشكلة ولا الغلاء يزيد ولا الأسعار ولا ما جبتش المطلوب تنزعج، تتسخط، تعترض، تسيب بيته وتمشي. ليه؟ لأن احنا ما أدبناش نسائنا، ما علمناش نسائنا، ما اهتمناش بالعقيدة الصحيحة حتى نعلم أن بلاء قضاء الله وقدره فيه خير، الإذعان له فيه رحمة، فيه الفرج، فيه المخرج، فيه النجاة. لما قالت إذا لن يضيعنا، ما الذي حدث؟ لما نفذ الماء ونفذ التمر وبالتالي النتيجة طبيعية، جف الضرع، بكى الرضيع كأي أم تحركت تأخذ بالأسباب، بس عندها يقين أن في فرج ومخرج، منين وإزاي ما تعرفش. حتى جاء الفرج وكانت زمزم غوثا لها ولولدها ولإبراهيم. على هذا المشهد البديع بعد أن سعت بين الصفا والمروة وهي ملهوفة بهذه الطريقة، فما الذي حدث؟ جعل يعني ولا يقدم على قوله قول، لا شهوات ولا أهواء ولا عادات ولا أعراف ولا تقاليد ولا أي حاجة خالص. ليه؟ إنه يعلم أن الله الذي خلقه لغاية العبودية وأرسل له المنهج، ولذلك هو مطيع وخاضع وخاشع لهذا المنهج. أنت فين من المنهج؟ تعال كده نسأل نفسنا وأنت
ربنا مش خلقنا لعبادته، امتن علينا بالمنهج القرآن وامتن علينا بالمثال عليه الصلاة والسلام، ودول مع بعض حسبة واحدة. فهل أنا وأنت فعلا مطيعين خاشعين للمنهج للقرآن والسنة؟ إيه رأيك لو أنت سألت نفسك سؤال ده هتجاوب بإيه؟ هتقول والله مقصرين ربنا يغفر لنا ويرحمنا وخلاص وتعدي على كده، ولا إذا شعرت بالتقصير تتوب وتستغفر وترجع وتسلم نفسك للمنهج وتسمع وتنقاد له حتى تكون إن شاء الله تبارك وتعالى من النجين؟ إذن المطيع الخاضع الخاشع لربه يسمى قانت. قانت يعني وجهتك هي المنهج، لا تتحرك إلا به، لا تدار إلا من خلاله، لا تقدم عليه شيء. طيب حنيفا، يعني الحنيف الله جميلة جدا. قال لك الحنيف هو المائل عن الباطل وعن أسبابه ودواعيه وكل ما يوصل إليه، مائل عنه يعني بعيد عنه خالص، ومائل بكليته للحق ومكوناته وأسبابه وما يوصل إليه. يعني إيه؟ يعني حضرتك عشان أنت حنيف بتميل عن الباطل خالص وبتميل للحق خالص، وبالتالي مفيش فرصة للباطل انه يخترقك او يخش عليك، لانك انت خلاص تركت الباطل وكل ما يوصل اليه والاسباب والدواعي، امنت نفسك وسلمت المنهج وسلمت نفسك ليه، واصبحت كما قلنا قانت له سامع ومطيع له. هاتوا كمان صفتين حلوين كده انت محتاج لهم النهاردة في الواقع اللي احنا فيه عشان العشاء خلاص هتأذن. الصفة الاولى ان ابراهيم لحليم اواه منيب، مش كده؟ ايه المعنى ده؟ قال لك الحلم، لان الداعية طالب العلم المسلم عموما يحتاج الى الحلم حتى يستطيع ان يؤدي دورة، ولو ما كانش عندك حلم ايه البديل؟ لا مش غلطة فضلة، بس الحلم ضده بقى الاندفاع والتسرع والطيش واتباع الهوى والغي. يبقى انت محتاج للحلم. يعني ايه الحلم؟ قال لك الحلم باختصار شديد جدا كثرة الاحتمال. يعني ايه؟ يعني انت في الطريق ستبتلى تمتحن تختبر، لازم يكون عندك احتمال. بعض الشباب يدوبك كلمة يتقمص ويمشي ويزعل ويسيب الدنيا ويسيب الشغل ويسيب الدعوة. لا لا، هاتها بالمعنى الثاني، يسيب زوجته ويسيب البيت ويسيب أبوه ويسيب عياله ويسيب شغله. ايه يا ابني في ايه؟ فين الحلم؟ انت محتاج للحلم في حياتك عشان تقدر تتحرك. الحلم بالبلد كده احنا قلنا شرعا كثرة الاحتمال، بالبلد كده ساعة الصدر وطول النظر، بعد نظر بيقولوا عليه، يا تقدر تكمل بفضل الله عز وجل. طيب أواه يعني ايه أواه؟ خلي بالك عشان انت محتاج تبقى أواه اليومين دول. أواه يعني كثير الدعاء والتضرع والمناجاة لربه. انا اسألكم سؤال، كل واحد فيكم يسأل نفس السؤال ده، اخر مرة نجيت ربك امتى؟ مش دعاء مناجاة، عدت تفضفض وتبكي بين يديه وتتذلل وتبكي له وتطلب منه رفع البلاء والغلاء، هداية الزوجة والولد والحال والاقتصاد والدنيا، آخر مرة أنت؟ على فكرة السلف كان لهم ورد من المناجاة، يعني يخلو بنفسه كده على جنب، يقفل على نفسه يقعد يفضفض مع ربنا كده، يناجي ربه، يبكي بين يديه. ما هو ده ملجأك، سندك وعونك. لذلك المناجاة والتضرع، سيدنا إبراهيم قال لك كان كثير المناجاة والدعاء والذكر. أواه اللي هي عندنا في الشرع مشهورة بإيه؟ لسانك رطب بذكر الله ودعائه ومناجاته، على طول شغال، مشغلش نفسه بحاجة غير كده. أنت فين؟ إيه أخبارك في الجانب ده؟
سيدنا إبراهيم يقال أن أحد أصدقائه بعد فترة طويلة جدا بيسأله بيقول له إيه أسعد أيامك يا إبراهيم؟ أحلى أيامك كان هي؟ قال تلك التي كانت في النار. يا نهار أبيض، ليه؟ قالوا لخلوته بربه وكثير المناجات له، خلها أحسن أيام في حياته. أنا عايزك كده تعمل لنفسك ورد من المناجاة، نجي ربك، دخل فيه الدعاء تارة والاستغفار تارة والتسبيح والتهليل تارة والبكاء تارة، معنى مهم جدا جدا. حليم وأواه ومنيب. يعني منيب؟ قال لك المنيب هو الرجاع. يعني ايه الرجاع؟ يعني انت بالنسبة لنا كده بشر، بعد النبي مفيش معصوم عليه الصلاة والسلام، كلنا بشر، فممكن هنات وزلات ونظرات وغدرات وحركات. لازم تكون منيب رجاع، لما تحصل حاجة ترجع لربك، ما تتكبرش، ما تتعظمش، ما تستعليش، لا، خليك رجع، ارجع لربك، ارجع باستغفار وندم وعزم ان انت هتتغير وهتنتقل وهتكون احسن. هو ده بقى الرجاع المنيب، يعني الرجاع. على الجملة صفات إبراهيم عظيمة جدا جدا وكثيرة جدا في القرآن وكذا في السنة، لكن الخلاصة من أيام إبراهيم، عايز أقولك لو أنت عايز تشتغل لنصرة الدين وتكون خادم لدين الله تبارك وتعالى كما ينبغي، لازم تتعلم الرشد اللي مدخله العلم والحكمة والفهم، صحبة العلماء، مزاحمتهم، تعايش معهم، الفهم السديد من خلاله، حتى تستطيع أداء دورك على أكمل وجه من خلال النظر لأيام إبراهيم. ولا شك أن الأيام فيها مواقف وأحداث وأطوار كثيرة جدا، لكن لا تجمع في يعني دقائق أو في محاضرة، تحتاج إلى كلام كثير. لكن حسبي أن أقول لإخواني ولنفسي، إيه رأيكم من النهاردة لغاية العيد كل واحد فينا يدرس قصة سيدنا إبراهيم من خلال القصص القرآني؟ في كتب في القصص القرآني تتكلم عن كل الآيات اللي وردت في سيدنا إبراهيم والأحاديث اللي وردت عن سيدنا إبراهيم، اقرأها، تدبرها، فكر فيها كويس. طيب إيه رأيك لما تعمل حاجة وتقرأها على زوجتك وأولادك في البيت؟ إن شاء الله كل يوم اعملها مسلسل يا أخي، بس مش مسلسل من الدراما الساقطة، مسلسل أخلاقي إيماني عقدي، كل يوم تقرأ معاهم ربع ساعة بس، تحكي لهم الموقف وتعلم على بعض الحاجات وتجهزها، وتعيش انت وأولادك مع هذا المعنى الجميل. اتفقنا؟ مين اللي هيعمل كده يرفع ايده، واللي ما عندوش كتاب يشتري الكتاب، الحتة دي كلها نايمة ليه؟ مش عندها ايه؟ ارفعوا ايديكم يا جماعة، يا رب يرزقكم المال وتشتروا اي كتاب من قصص القرآن من الكتب المعتمدة تقرأ فيه. ما شاء الله، في كتاب للدكتور اسماعيل بكر، دكتور أزهري، له كتاب في قصة القرآن رائع، الشيخ ياسر كتابه أروع وأروع، قصة القرآن، بس هو تقريبا ما كملش كله، صح؟ كامل؟ طيب قصة إبراهيم بس، احنا عايزين خلاص اقرأه في كتاب الشيخ ياسر، واللي ما قدرش يجيبه حتى يصوره من على النت ينزله، وربنا يوفقك ويا رب يبارك فيكم، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم عن بعض هذه الأيام المباركات. اتفضل الشيخ مصر. لا قول أخرى كلمة جميلة، قول أخرى، قول أخرى. نعم، جزاك الله خيرا. الشيخ ونسى بيقول من الحاجات اللطيفة أن معاملة سيدنا إبراهيم لأبيه مع كفره الجزاء من جنس العمل، وجد معاملة من ابنه إسماعيل على أرقى مستوى. جزاك الله خير، لطيفة والله، ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. والعشاء فين الأذان؟ 4 دقائق. طيب نجاوب على بعض الأسئلة كده سريعا. أخ بيقول إزاي أعرف إن البلاء اختبار أم عقاب؟ عموما البلاء ينقسم إلى نوعين، في بلاء يسمى امتحان واختبار لرفعة الدرجة لبلوغ مكانة عند الله عز وجل قد لا تصلها بعملك فتبتلى فترفع بهذا الابتلاء، وفي ابتلاء من صنع الأيدي من ذنوبك ومعصيك، يعني كما عندك في القرآن قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن أنت كمسلم في الحالتين تسلم، لا تتسخط ولا تعترض، وترضى بقضاء الله وقدر، وتراجع نفسك وتصحح من مسارك. كيف الرد على من يقول على الرسول يا أول خلق الله؟ هذا كلام باطل. وعليه الصلاة والسلام دعوة سيدنا إبراهيم ويقول مكتوب على العرش كلمة التوحيد وأشهد أن لا. عموما يا إخواني نحن لا نلتفت لمثل هذه المعاني التي تنشر عن طريق ولاة الصوفية. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، أول خلق الله آدم عليه السلام بالنسبة لنا كبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لكن كرم وفضل على سائر الأنبياء والرسل ونال المكانة ونال الشرف العظيم كما تعلمون. نصلي ونسلم عليه ونسمع ونطيع له، يعني نجعله أسوتنا وقدوتنا في جميع أحوالنا. الأذان العشاء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.